من 5 ل 7 متاع العشية الدوامة بلوس مع محمد الخميسي على إيفان أحلى غدير. يا فيما على راديو، مرحبا بكم من جديد الناس كل قاعدين تسمعوا فينا. رجعنا لكم مع الفريق حسنين حسن بن عثمان، الأستاذ ماجد أبال القرطاجني، ماجد البرهومي الكاتب والروائي، خالد علي لوتشان والتويتي والانستغرام، وزا ثوريا العمري. باش نرجع لك ثوريا للتراند، لكن قبل نفكركم اللي ربح ديما يستنى فيكم على 31 380 ألف. آخر الأخبار الجديدة يقولوا لي منذ دقائق تقريبا حكينا على سيد عبد الرحيم الزواري. آخر الأخبار تقول أنه باش يوفر المبلغ اليوم، والنيابة وافقت على المبلغ هذايا، وس من المنتظر الافراج عليه في الساعات القادمه. عبد الرحيم الزواري رجل سياسي وعنده حس وطني ويفهم الامور وعرفه، وانا نتصور هذا مؤشر جيد جدا، ينجم يعني هذا المؤشر هذا يبلغ لدى الناس اللي عندهم يعني قضايا من هذا القبيل. ويا اخي نطوا الصفحه هذه ويزي صفحه جديده، صح، وكان انتهى الموضوع. انا قعدوش نغطسوا الى الابد الابدين، ورجوع الى الحق فضيله يا اخي، صح، للجميع يا اخي. وهذا عملية تحسب فيها السيد اللي عملها والسيد ذاك الأخر اللي تربوا عليه مليار ألف مليار لا 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 مليار من الدنانير. أيوة. ألف مليون دينار المليون دينار وكل بلاد يا سيدي بالمبروك هذا مروان مبروك. يا اخويا رجل امور يا اخويا، يرحم والديك وسايب عليك، واعطينا شويه يا اخي، بلاد فارس ومزمر علينا وما عندناش حليب وكذا كذا، هريتونا يعطونا يا اخي سايب فلوس البلاد هذه. ممتاز، شكرا لك حسني. نرجع للتران تو سويت مع ثوريا العمري. ترند ثاني ثوريا، ضمن قائمة الأوسكار رسميا وأول مرة في تاريخ السينما التونسية فيلم بنات ألفالي كوثر بن هنية، هنيئا لهم وكامل الفريق العام اللي يترشح للأوسكار في دورته 96. هذا زاد كيف كيف فخر لتونس، فخر لبلادنا. ومع الاخبار الاولى ذاك علاش قلت لكم اليوم زوز اخبار من العيار الثقيل، حاجه تشرف حاجه تنور المبدعين التوانسه. ممتاز، هذايا على صفحه وزاره الشؤون الثقافيه رسميا لاول مره في تاريخ السينما في تونس فيلم بنات ألفة لكوثر بن هنية في القائمتين القصيرتين لجوائز الاوسكار في دورتها 96 كما قال ثوريا، وهي قائمه الافلام الوثائقيه وقائمه احسن فيلم عالمي. مع العلم اللي فما فيلم اخر الرجل الذي باع ظهره لكوثر بن هنية زاد كان موجود في الاوسكار، لكن مش في نفس التخصص ولا في نفس القائمه. ذاك علاش في البيان لأول مرة في تاريخ السينما التونسي. شوف كان لاحظت وين ما تمشي كوثر بن هنية قاعدة تشرف، معناها ديجا السنة الماضية تم اختيار الفيلم تاعها في المسابقة الرسمية في مهرجان كان، وما أدراك وعنا سنوات يظهر لي ما تمش اختيار فيلم تونسي للمسابقة الرسمية، فهمتني؟ وكل ما تشارك معناها في مهرجانات عالمية إلا ما تفوز بجوائز، فأعتقد أنه قاعدة تهز في السينما التونسية نحو العالمية المبدعة هذه. فوق 12 جائزة عنده العمل الذي لحد الآن، تستحق الكثير من الدعم كوثر بن هنية، وشكرا لها على تشريف تونس في كل المسابقات والمهرجانات العالمية. شكرا لك ماجد البرهومي. بالرغم فماش دعم محمد، كان عندنا دعم رو عندنا السينما، خاطر تعرف السينما يزمو برشا فلوس. أي فما دعم، هي ظهر لي الفيلم تاعها فيه دعم. أي محمد كان فما دعم وفما فلوس، خاطر السينما راهي محمد تطلب برشا برشا فلوس، راه الأفكار عندنا في تونس وعندنا الممثلين عندنا كل شيء، شوية فلوس نمشيو للعالمية. واضح، شكرا لك خالد. وقيت الربح كالعادة على 31 380 ألف. نلعب على ان بون داشاب قيمه 200 دينار من اهداء بوان اوبتيك. بوان اوبتيك سبور شيك، معنا بالتليفون صديقنا ياسين. ياسين مرحبا. شنو حوالك خميس خويا؟ شنو امورك؟ الحمد لله. في الدار ولا وين؟ تحيه ليك تاع وليكيب تاع ياسين الكل. الله يخليك. منين تسمع فينا؟ في الدار توا ولا وين؟ في الدار، في الدار في راويت. في راويت، خارق العدم، جو شتوي دونك راكش في الدار ياسين. وي بيرد شويه خويا على ركس الدار. يا خويا مالا ان بون داشاب 200 دينار ظهر لي في وقته. والله في وقته، في وقته كل حاجه منكم في وقتها. اي كل حاجه في وقتها. دونك حبيت نقول لك بمناسبه عيد ميلاد البوانت فونت تاع بوان اوبتيك العوينه، هي البوانت فونت الثانيه، نقول لك مبروك عليك من غير حتى سؤال. ان بون داشاب قيمه 200 دينار، بوان اوبتيك اللي يفرحوا بيك ويدلوكم، وخاصه لا بريز دو مزور بروفيسيونيل، تلقاو ان كونساي بور لي تيب دو فير اديكوا سولون فو بوزوان، وغير هذا الكل تلقاو شوا كبير في لي لونيت. كي تشري اللونيت الثانيه بلاش، والتوصيل ادوميسيل بلاش، معناها مع بوان اوبتيك انت تدل البركه. مبروك عليك صديقي، ومبروك عليكم توما زاده بمناسبه عيد ميلاد اي اف ام 12 عام. تكلمونا على 31 380 ألف.
من 5 ل 7 متاع العشية الدوامة بلوس مع محمد الخميسي على إيفان أحلى غدية. يا فيما على راديو مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا، رجعنا لكم نحكيوا شوية سبور في الوقت هذا مع الكابتن خالد علي التويتي. البداية كابتن، البارح كنا حكينا على مباراة مرتقبة بين أبها السعودي والهلال السعودي، فريق سعد بكير أبها ينهزم البارح 7-0 وانت قلت اللي سعد بكير هازز الفريق. هذا الهاوي البارح. اما لا نفدلك محمد، راه البارح كنت راه نتفرج فيه الماتش، سعد بكير البارح لي كوفرون عنده هو، لي كورنير عنده هو، والحاجه اللي تجلب انتباه اكثر حاجه، انت شوف محمد في كل جمعيه كي تلقى لاعب رقم 10 راهي عندها قيمه كبيره. نمرو 10 اذا يعطيوه في جمعيه، خاطر تعرف انت فما نوامر يبداو يتعاركوا عليهم الملاعبين. ايوه بيان سور، انت في نمرو 10 اعطينا لسعد بكير، معناها انا نقول لك سعد بكير عملت روح كبير، سعد بكير عملت روح كبير، وزاد ساساكي تبدا في جمعيه ظريفه كيما هذيك ما تنجمش تربح الجمعيات، بعيد برشا مع حتى حلمه ما تجيش. الماتش البارح بعاد على بعضهم، بعاد على بعضهم محمد، مي سعد بكير كي تراه يلعب في التيران عنده قيمه كبيره، ونتصور انا ان شاء الله الموسم الجاي باش يمشي جمعيه من الجمعيات الكبار، لازم يكون في جمعيه كبيره ما. لازم يكون هو نجم يمشي. ماجد عندك تعليق؟ انا مش بام الانديه اللي يلعبوا فيها الفرق التونسيه تاكل في سكور كبير، اللاعبين التونسي اي اللي يلعبوا فيها اللاعبين التونسي تاكل في سكور كبير 7-9، فهمتني؟ مانيش فاهم السبب بصراحه، معناها امكانياتها ضعيفه الماديه، ما نجمتش تعمل انتدابات كبيره بالحجم تاع الفرق الاخرين. لا لكن سعد بكير مستوى بصراحه انا معناها زود ضد الهلال، زود ضد الهلال 9-7 7 معناها برشا بصراحه، فهمتني؟ معناها مازلنا ما استوعبناش التوا التسعه اللي كلاهم السيد ايمن دحمان، فيكمل ياخذ سعد بكير ومعناها ويخسر 7، فاعتقد انه المعنويات ما تنجم كان تنخفض، خصوصا بعد ما منتخبنا خسر 4 مع كوريا الجنوبيه. خلينا ايجابيين من بعد نرجع، خلينا ايجابيين. ايمن دحمان للامانه بعد الماتش هذاك زوز كلين شيت، راه بعد ما قبلش اهداف جمله يعني ان شاء الله احنا خيش نتمناه، واحنا نتمناه انه اللاعبين نتاعنا يتالقوا ويكونوا في مستوى عالي ويعديوا مباريات كبيره. قائمه المنتخب 55 لاعب حكي عليها خالد المره اللي فاتت، عندك عليها تعليق؟ سعد بكير مش موجود زاده، ما غريبه معناها اذا كان حتى في ال 55 مش موجود سعد بكير، ما نعرفش وقتاش كلموك نهارتها ظل ماجد شكون باش عيطوا لي انا، هما عيطوا للناس كل سعد بكير، حتى شوف الملعب التونسي زاد ثم حمزه الخضراوي اللي حديث كبير، انا ما نتصور جمال الدين الامام كي يقول حمزه الخضراوي يستحق معناها القائمه الموسعه باش يكون يجامل فيه، ولا جمال الدين الامام ما يعرفش يقيم معناها اللاعبين. اعتقد انه حمزه الخضراوي مكانه موجود، صحيح ما لعبش سنه برشا مباريات، عدى السيزون معناها ماخذ ورقه حمراء وما لعبش في اغلب المباريات معناها الهامه سواء ضد نادي الفريق الساحلي وكذا، لكن اول ما رجع كنت تشوف اقترنت عودته بالانتصارات مع الملعب التونسي. بصراحه برشا عاطفه في كلامك ماجد، فاعذرني مش باش ناخذ على محمد، اعذرني محمد انا نقول لك لانك ما تفرجش في الملعب التونسي معناها في مبارياته كما يجب. كيفاش تعرف؟ كيفاش تعرف؟ تفرج في المباريات اللي لعبهم حمزه الخضراوي. كيفاش تعرف ما تفرجت ولا ما تفرجتش؟ ما خاطر نشوف فيك تبع في المباريات الافريقيه وشويه هكا معناها مباريات معينه البطولة الوطنية. الله يسامحك. هو لعب في الملعب التونسي، يتبع الملعب التونسي. أيوة. الحاجة الغريبة ال 55 هذا تو كمل يعيط له شنو 55 56؟ اي مثلا علاش ليه؟ انا يظل يعيط 56 ويستنى ان شاء الله ربي يفرج على وديع الجاري باش يعطينا هما 28 اللي باش يمشي. ربي يفرج على وديع الجاري وكل انسان في الضيق ولا مظلوم. نحكيوا على الكورة العالمية، نحكيوا على كأس العالم الأندية المرتبة الثالثة للأهلي المصري توتسويت. ذا اللي شفنا شوي من الشوط الاول خالد، الاهلي المصري واوراوا الياباني 4-2 وفي الماتش. شفت شوي من الشوط الاول وفي 2-1 محمد، 4-2 وفي الماتش. الماتش وفي بريمير ميتون 2-1. اوكي 2-1 بعد عدلت اوراوا وبعد الاهلي ماركات الثالث والرابع. انا كي تفرجت الماتش الكوره نتاع جابون وكوريا واللي اوروبي طورت برشا كنت خايف من الماتش، حكينا وقتي في الدار قلت لها ربي يستر للاهلي، لكن الاهلي كي هبطوا تحسوا ماكلي خانقينهم، وبريمير ميتون تحس ديفيرينسا بعيده برشا. الاهلي يعني يفرج برشا، يفرج عندهم ليه الحاجه محمد. الاهلي في الشامبيونان نتاع مصر نوع، وكي يبدا التورنوا نتاع الكوب دافريك نوع، وكي يدخل في كومبيتيسيون
اكي يولي نوع. انت شوفوا في من الانكار في الكوب دافريك تولي جمعي اخر خلطوا ديمي فينال جمعي اخر يعني كل بالي عنده كل بالي عندهم عنده قيمته. واضح الماتش الفينال اليوم 7 تاع الليل مانشستر سيتي فلومينيزي. توقعاتك خالد ولا خيراتك؟ سيتي في طريق مفتوح ولا الفلومينيزي زاد عنده ما يقول؟ سيتي في طريق مفتوح 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 خطر. علاش؟ كي تشوف شفت فلومينيزي يلعب السيتي قويين وفليمينيزي بعد الماتش اللي عملوه الاخراني. تصور انت مارسيلو 33 سنه ولا قد ايه عندهم المليو 44 سنه يعني حتى الريتم لا في الكوره فما حاجات محمد ما تعرفش راه ديما فما الشانس في الكوره فماش علم صحيح تنجم تصير لك فوت اريير حاجه ما تعرفش شنو نجم يصير غلط كارتون روج نجم تجي ما تعرفش اما ديما تقعد ديما 90% المانشستر سيتي مانشستر سيتي ماجد لا شاطر والراي يعني ما فماش مقارنه في تاريخ مفتوح بالحق مانشستر سيتي واعتقد انه ربما حتى يكون معناها فارق اهداف معتبر معناها بسكور كبير. واضح به نرجع حاجه بالله محمد حبيت تحكي عليها في سفير انت شفت مانشستر سيتي والبرازيل جاوا على ماتش دخلوا في الديمي فينا يعني الاهلي كما جاش لعبه ماتش قبل كانت تنجم تربح على الكيب تاع البرازيل اما جات الاخرى جات لعبت ديريك الدومي فينا. انت ضد التقسيم هذا تاع المشاركات خالد؟ ضد التقسيم لا وكفي بالك محمد عامين العام الجاي في بالك شو اليوم كنت 32 اي تقريبا 32 فريق من 2025 ولي الناس كل الناس تحظوظها تعطي حظوظ الناس كل كيف كيف حصلت اللي فاد سيد حسن بن عثمان فهمت شوي خذيت فكرة والله انتم انتقلتوا من المحلي الى الدولي ايه؟ انا قاعد في المحلي هبش نرجع للمحلي نحن تو المحلي قاعد يعني من هالنوادي هذه العريقة في تونس نحن كما كانت عن نوادي عريقة في تونس عندنا ايضا شركة عريقة ايوة وعريق مثلا شركة الستيل هذه الحليب وكذا يحكي على رئيس الجمهورية يعني شركة عريقة ويعني وطنية وكانت تقدم في خدمات وكذا كذا في رسالة حبترة اللي عملوا فلوس وما فماش واحد عمل فلوس في تونس ما فماش واحد عمل فلوس في تونس إلا عن طريق الدولة ساهمت في الدولة حلت ما تقول لي هذا من مجهوده أو من ورثة عائلته وكذا هذا يكذب عليك الكاذب الدولة تحلك الأبواب متاع السماوات العلا وتغرق بالفلوس وكذا كذا بحلالها وحرامها تقولوا قيت مش رجع للدولة وقيت مش رجع للدولة إن شاء الله ترجع الدولة النادي هذا متاع النادي العريق متاع الباردو أي ملعب تونس الملعب التونسي هذا انا قلت ربما تحبيه الحبتره في السوق دمروه خاطر هو من نوادي من نوادي العاصمه الكبار معناها صحيح والله فرحان انه الترجي معناها مازال واقف على رجليه والفريق مازال واقف على رجليه فما ناس يقولوا الترجي هو 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 جهه الحليب في تونس هو اللي يلذع فين والاخرين يقولوا الافريقي جماعه الافريقي هو اللي يلذع فينا في الاشياء الاخرى في المشروبات الاخرى ايوه الله يرحم سي حمادي بوسي وانت مع شكون احسن؟ قال لي رضانا اي سيدي نرجعوا للكره المحليه نحكيو تو سويت على النادي الافريقي وعقوبه جديده للنادي الافريقي. معاقبة اللاعب وسام يحيى من النادي الافريقي الثلاثة مقابلات ما يلعبش مع اختيه ماليه قدرها 5000 دينار و150 دينار لصندوق الروح الرياضي من اجل العبارات الصادره تجاه الحكم خلال مباراة اللي جمعت النادي الافريقي بالنجم الرياضي الساحلي. وقيت لي زاد ضبط النفس وسام يحيى كابيتان وكله في الفتره هذه العقوبه بحسابها خالد اي العقوبه بحسابها خاطر عنده بلاست وهو المينور نتاع لي جوار هو اللي يهز في ليكيب كامل دونك ما يزموش وسام انت كبير في العمر هذاك يزمك اكثر واحد تكون تكون رزين رزين خاطر علاش الرزانه راهو عندها قيمه كبيره لوموسيون محمد ما يزمش تتفرط برشا برشا يزمنا نعرف كيفاش نستغلوها دونك اليوم يلزم ضبط النفس والغلطه هذه صارت وان شاء الله ما عادش تتعاود. وسام يقبل النصيحه وفي العاده هو جور رزين وعنده علاقه بها حتى مع الفرق الكل ويقبل منك. نكلمه محمد انا كي مشيت في الصيف يترانيو كي شفته في اللونترينمون ما سيتكرش قلت له ماذا مازال ينجم يعمل كارير عام وعامين. مازال ينجم. بالحق ليه خاطر اللي زاب دومينو نتاعو وبدنه شفته عايد وقعدت نحكي معاه ديسبليني الوليد في العمر هذاك محمد وديما انا نقول ونعاود نقول لو دومي تيران يلعبوا في لونديرونس راه قد ما يكبر العمر قد ما تكبر لونديرونس دونك اليوم 35 و33 و1 ومليو تيران وسام بان بالكشف ان غرون جوار سيرتو في لي باس نتاعو محمد شوف لي باس نتاعو
يعني انسان يلعب يعمل لي باس بوزيتيف. واضح. اي سيدي باش نحكيوا على تصريح ما بعد مباراه النادي الافريقي وريفرز يونايتد النيجيري. تصريح يهم النادي الافريقي والملعب التونسي فماجد وخالد علي التويتي امام لجنه التحكيم تتمثل في سي حسن بن عثمان وثريا العمري. نسمع التصريح تاع المدرب سعيد سيبي في نقطه وجزئيه صغيره شنو قال الفريق. نطلب منكم باش تسمعوا. اعطيونا توتسويت. رشيد ما قصرش عمل ميتومبيه من ساوش رجوع عن البارح حكيت على لابسونس نتاع شهاب وغيث صغير قلت لما دوما خلاوه بلاصه كبيره لينا اليوم تاع رجوع نتاع شهاب عطانا توش تكنيك دونك خرجنا الكره سوبريسيون خرجناها شديناها دينا نرجعوا في الثوابت نتاعنا. ماتش ليتوال مازلنا موجوعين به بقدر ما ننساو لما نجيبوا 3 بوان برضو بقدر ما ننساو الوجيعة تاع ماتش ليتوال الا ما نجيبوا 3 بوان من برضو. شوف محمد تعطيني وقتي ما تقاطعنيش ولا ما يقاطعنيش واحد من الحضور. لا خالدي نجم يتفاعل معاك. لا اذا تو نعطيه وقته وي باش يتفاعل. انت باش تعطيه وقته؟ لا ماني ما ناخذش برشا وقت. شنو هذا؟ ولا مول المول تهو محمد زاد شفنا حتى في الدخله بلاكه فيها باردو وشفنا كذا. شوف الملعب التونسي من سنه 1990 وقت اللي تقرر باش يعملوا منظومه جديده نتاع كوره فيها فريق كبير في الجنوب واحد في الوسط وقالوا العاصمه كبيره زوز في الشمال. معناها تقرر وأنه الملعب التونسي معناها يتم سحقه وتحويله إلى بيبينير لا أكثر ولا أقل. معناها من عام 90 والملعب التونسي يعاني في القمع حتى لين وصلنا لمنظومة وديع الجري اللي نزلته مرتين ظلما وزورا وبهتانا. ورغم القصف هذا الكل والاستهداف للملعب التونسي والتدمير الممنهج ثم البعض لسف مازال مواصل يحب على التدمير أكثر فأكثر. ثم التصريح هذا اللي فهمته من تصريح هذا اللي فهمته أنا نوع من التشفي يلزم نربح الملعب التونسي في باردو ونسحقه أكثر من اللي هو مسحوق. خالد صحيح فهمتني صحيح. هذا أنا اللي حسيته في التصريح. كلام ذي حتى سعيد زاد ساسعة لو كيتكون نربح الستاد مش حاجه جديده محمد ديما نربحوا في الاستاد. معليش انا والله مره مشيت والله لا والله مره مشيت مع خو الجامي اللي كان شاد حي الخضره فاروق والله نحكي لك ورحمه باب كنا قاعدين مشينا من الاستاد دخلنا في زويتن نلعبوا كل بوسطا اي خوي قلت له نتك على ساقك راني باش نرقد كي نخرج انا زيرو اخر الوقت قاومني باش نروح وربي ربحنا يوم انا زيرو. ايوه عام 84 وقت اللي ربحتكم استاد اربعه بلاش في اللالي علاش كبي وانت تلعب وقت لا 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 تردوني فيها في الروتور تردوني من الوتيل انا في الروتور لا كبشتوا فيها في الروتور لا لا في الروتور باش ما تهزش البطوله وهما ما يلعبوش على البطوله كبشوا في الاستاد باش يحرموا روح رياضي فير بلاي لا لا مش فير بلاي محمد كبشوا فيهم ثلاث كبشوا فيهم ثلاثه خاطر ايش نقول لك شوف يا قبل الكلوب اسمعني معليش داري خليوني في اليوم خليني في ماتش اليوم تصريح في الهلال اللي مسيس تربح فيها حكايه غلطه محمد سيد سيد قال لك كهرباء اللي مسيس تربح فيها في الهلال تربح بعد قديش علاش شنو بعد قديش انت واحد يغزل عليك واحد يغلب عليك واحد يغلب عليك ما تخرج تضرب الدبوزه ماني انا اسمع جبت له الماتش يلعب فيه هو ما حبش تعتبر تعتبر الملعب التونسي عقده لبعض الفرق في تونس ليه ما قلناش عقده ما ثم نوع من سحب سيف عابر ليه مش ثم نوع خطاب اكثر حد ثم عدم ما نحبش نقول كره نقول عدم حب ولا ما نعرفش انا ثم العاصمه سورتو الملعب التونسي ثم رغبه عند السنوات في ازاحته من العاصمه. قلت لهم انا اذا كان عندكم القدره باش تاثروا اربعه ملايين ساكن في العاصمه شوف كل عائله قداش عندها صغير هاتوا نحلوا احنا الجمعيه وخليكم اربعه ملايين محب الملعب التونسي ليه اربعه ملايين مواطن في العاصمه اي هل انت قادر بجمعيتين برك تاثرك الشباب الكل نتاع العاصمه صحيح. تحب تزيح الملعب التونسي وتسحقه بيه. احنا كان نلقاو تنمشيو للكابون يودي حياتنا كامله حياتنا كامله في الجمهور تسمع استاد تونيزيان كلوب افريكا كان حتى مو كانوا يلعبوا لفيدريدو لفيدريدو كان جمهور استاد وين يقف مع جمهور مع جمهور الكلوب وشكون فسد العلاقات فسد العلاقات فما حكايات ما نحبش نحكيهم تو يا خالد خالد سيد سيبي قال لك ما نبردوا من خساره ليتوال الا بربح الملعب التونسي ليه ليه غلط حتى في الكومينيكاسيون حتى هنا نعاود نقول له ما تربطش مستقبل الجمعيه بماتش نربح انت لازمك تربحه من غير حتى شيء شنو تبرد انت تلعب على البلاصه الاولى لازمك تمشي تربح الصاد ما تقولش لما نبرد نجمو نربحوا زاد لا صعيب شويه لا لا باش نربحوا بحاول لا باش نربحوا ما شوف محمد راهو بالحق الملعب التونسي راهو ضحيه سياسه عامه في الدوله. نحب نسالك انا سؤال بسيط هل انه من باب الصدفه وانه الملعب التونسي يتيح كان في عهد وديع الجري وهل انه من باب الصدفه وانه وقت وديع الجري غايب على الجامعه الملعب التونسي يلعب على الترشح للبلاي اوف
صدفة زعمة كيكة معناها من ما ندخلش في باب القراءات والنوايا إيه احنا يعني. نحكي هنا تسألنا استفهام إنكاري بري سؤال بري سؤال ليه إنكاري بري 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 ثوري وانت سمعت توا سيران النادي الافريقي الملعب التونسي شكون هكا بان لك اقرب الى القلب الملعب التونسي ليه مو احنا وسيابي احباب من قبل عندنا تاريخ كبير وحنا سيابي ليه الملعب التونسي فيها كلمه التونسي ديجا تبع تونس معناها ما نجمش يكون اور تونس بما انه سؤال بري نتوجه للبراءه بعينها في البرنامج احسن قمة البراءة مش أيوة. قمة البراءة يعني براءة أنا مانيش يعني منخرط في جهة من الجهات ولذلك عندي مسافة نتر. من الموضوع أنا نسمع في زوز خطابات وأنا بالنسبة لي يعني أعتقد أنه خطاب الهجوم دائما يحقق نتائج أكثر من خطاب الدفاع أيوة. الأخونا يعني مجد بعل العظيم يعني توخى يعني خطاب الدفاع وأنا أقول له هو الملعب التونسي ولغيره من الملاعب أيوة. وبكل احترام وتقدير وافتخار بالأداء وحضور التاريخي نقول يا أخي يا أخي السيد غير يتكلم سعيد السايب سعيد السايب سعيد السايب أيوة. عنده حق هو بكري كما كالبوكسرات واحد يضل كل واحد يتهدد على روحه ونفشخك يعني باش يسخنوا اللعب عندك اي واحد يزيد وواحد يقول ايه ردوا عليه جماعتهم انتم الواحد يقول له انتم جماعه الملعب التونسي يقولوا له راهو مش تبردوا روحوا نجمدوكم روحوا ندخلوكم للثلاجه روحوا نفتخوكم من بعضكم عليكم كذا كذا اي ولد يقول له نطلع لك الحراره والله ما نهزك يعني نهائيا فهمتني يعني تلعب له على لوخته خاطر لوخته هو فقير السيد سعيد هذا بصراحه السيد سعيد السيب رغم ان في معلومه فقير هو من النجم يتطاول على النادي النادي نعطيك معلومه معني باش تستغرب سعيد السايب يلعب في الملعب التونسي زي داول غريب الامر ثم هذا الغريب والله يا اخي انا ساعات ماجد بعل انا دائما معني معاه ويزم يهبط لهم يجرد سيفه ويهبط لهم للميدان هوبا ويقول مني رايت رؤوسا قد ايلعت وحان قطافه واني لقاطفه الله عليك شكرا لك حسنين يا سيدي نرجع لصفحة السياسة نحكيه شوية على السيد نبيل عمار ولقاءه مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية جوي هود بتاريخ اليوم 22 ديسمبر 2023 السيد نبيل عمار وزير الخارجية التونسي يلتقي السفير الولايات المتحدة جوي هود ويوصل رسالة خطية من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن الرسالة كانت رد على رسالة السيد نبيل عمار بتاريخ 2 نوفمبر 2023 معناها تقريبا بعد شهر وعشرين يوم الرد جاء وفيه دعوة كان التدخل لوقف العدوان على قطاع غزة وتمكين الشعب الفلسطيني من استرجاع حقوقه المشروعة التي تسقط بالتقادم وإقامة دولته المستقلة وبهذه المناسبة السيد الوزير أكد على موقف تونس وجدد موقف تونس الثابت والواضح من العدوان الغير مسبوق لجيش الاحتلال على الشعب الفلسطيني الرد جاء اليوم تقريبا حسنين قراءة في التيمين كنت تقول ساعات التوقيت يغير مفاهيم الأحداث ولا قيمة الأحداث الرد جاء بعد شهر وعشرين يوم أوكي يعني من العدوان لكن يتزامن بعد تقريبا أقل من 24 ساعة من زيارة وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف هو ربما يعني تكون هذه المصادفات في التواريخ يعني مقصودة وربما تكون يعني صدفة يعني محض الصدفة وانت بارك الله فيك نبهتني إلى يعني منها المسافات الزمنية اللي اخذتها الرسالة بتاع السيد الرئيس باش السيد الرئيس الأمريكي يرد علينا بعد قداش من الدنيا يبدو مشغول السيد الرئيس الأمريكي مشغول جدا 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 أيوة. وهو مشغول حقيقة مشغول أموره في أمريكا يعني ما في عفو الله ما العام الجاي انتخابات رئاسية أيوة. وترامب وهم مورتين ورطة مع إسرائيل يعني ورطة كلبة الأمريكان مورت رواحهم ويعتقدوا إسرائيل هي يعني معناها يدهم الطولة يعني التي يؤدبون بها الآخرين ومعناها موقف السيد الرئيس يعني من القضية الفلسطينية يعني موقف جديد الحقيقة معناها الحقيقة جديد يعني مستجد مع أن تونس مع العلم تونس باستمرار مع القضية الفلسطينية يا حبيبي كانت منظمة تحرير فلسطينية موجودة في تونس منذ 10 سنين أو أكثر أكثر من 10 سنين تقريبا 10 سنين 84 82 إلى 94
ويعني ما ودفعنا الثمن على ذلك وضربونا قصفتنا اسرائيل. دم فلسطيني اختلط بدم تونسي. انا شو نحب؟ انا منحب علاقه يعني تونس مع امريكا خارقه العاده. وبصراحه لو كان واحد يعمل بيلون لعلاقه تونس بامريكا دائما علاقتها كانت باهي. واخيرا حتى 2022 بعثوا لنا شويه قمح. ايوه هديه. حتى حد ما بعث لنا طرف قمح. للسعوديه بعثت لنا علوش عيد. ايوه ولا اخرين بعثوا لنا يعني موريتانيا بعثت لنا حوت. عاد موريتانيا يرحم والده. وينه كل حوت هذا؟ ايوه وينه كل حوت هذا؟ وين ما وصلنا حتى تعرف منها يا لطيف ولا تن. ايوه انما يعني في البيان هذا فما جمله الاخيره بصراحه يعني انا استوقفتني وابرز اللقاء انه بالرغم من الخلاف الكبير بين مواقف البلدين بشان القضيه الفلسطينيه والحرب على غزه، هذا كلام دبلوماسي ويقولوا الخلاف الكبير. شنو هو الخلاف الكبير؟ شنو ما في ما عندناش نحن خلاف كبير مع في الموضوع هذا مع امريكا نتصور. لا في وجهات النظر يمكن. انا نتصور امريكا ستمشي وتعود وتعود وتقدر الموقف التونسي اللي ما كانش موقف غشاش لان لم يغش امريكا. وهذه قضية الفلسطينية هذه قضية انسانية حق حق حق. ولا يمكن ولا يمكن على الاطلاق يا محمد يا اخويا ان يتجاوز هذا العقل. ولا نقول لك لا الشرق الاوسط وسبق وقلتها ولا الدول الخليج ولا الدول العربيه ولا الدول الاسلاميه ولا العالم ولا الانسانيه ستهدأ ما لم يجدوا حلولا عادله عادله للقضيه الفلسطينيه. وانا نتصور هالعظماء هذوما الرائعين الفلسطينيين يا اخويا يعني موجات وراء موجات وراء موجات من الشهداء واطفال واكل وهم صامدين وهم واحد مستحيل يقتلهم وهذا امريكا نحن نؤمن ان قوه كبيره وربما القوه الاكبر في العالم ولكن ماهيش رب. هي مش رب. ايوه صح. ونحن يعني دوله كما قلنا مستقله والذي يعود للدستور يعني بتاع هذا 2022 هكا ولا ايوه يلقى فيه في التوطئه انه الدوله التونسيه لا يمكن ان تنخرط في احلاف ممنوع منعت الدولة التونسية على نفسها أن تنخرط في أحلام بحيث باش فما برشا ناس يحطوا في 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 كروشهم متخة ثلجية. واضح. شكرا لك حسن ناي. أنت ما تصورش أحسن ولات حروب استراتيجية كي جاء متاع روسيا أمريكا ولات جاوب تونس. اليوم كانت حروب اقتصادية محمد تو كانت راه روسيا جايبة معها الصين جايبة معها إيران جايب يعني أمريكا تقول لك بلاصة تونس في إفريقيا بلاصة يعني مهمة برشا. هيك رات الروسيا جات نقزوا حب يوليوا مهم. نحن دبلوماسيين نقعدوا مع الاطراف الزوج زي ما شوف محمد رو. بالنسبه للامريكان ثم تقرير جاء انا مضمن في الكتاب نتاعي هذاك بورقيبه الحاضر الغائب قديم تم الافراج عليهم وبعد فتره معينه توصيات بين وزير الخارجيه في وقت ما على السياسه الامريكيه مع تونس. من ضمن ما جاء فيها وانه التونسيين والدوله التونسيه والرئيس بورقيبه راهم حساسين برشا من القضيه الفلسطينيه ولذا يجب اخراج هذه القضيه من العلاقات المباشره التونسيه الامريكيه باش ما تسببش احراج. فاعتقد انه في الاطار هذا تم الحديث معناها نتاع انه نعرفوا احنا امريكا دوله عندها تاريخ ترجع لتاريخ علاقاتها القديمه الدبلوماسيه. ففي الاطار هذا تم الحديث وانه يجب ابقاء العلاقات التونسيه الامريكيه عبر التاريخ بمنأى عن القضيه الفلسطينيه. وانا نشاطر السيد رئيس التحرير في انه علاقات تونس مع الولايات المتحده عبر التاريخ كانت ممتازه. ما يفسد هذه العلاقات دائما هو قضايا الشرق الاوسط القضيه الفلسطينيه غزو العراق غيره والمواقف المتضاربه معناها من القضايا هذه. ف شيخ رايك في نقطه اخرى هون زياره الوفد الروسي ولا زياره وزير الخارجيه الروسي هل تغضب منا الاتحاد الاوروبي؟ باش نحكي لك لا ما تغضبش محمد. نشوفوا المغرب احنا بالعكس هذه ورقه ضغط بلنا نجموا احنا نستعملوها في علاقتنا مع الاتحاد الاوروبي مع الولايات المتحده الامريكيه. تحب ولا تكره احنا بوابه الغرب المتوسط احنا وايطاليا عبر مضيق صقليه. والرئيس بورقيبه في معناها في عمله النضالي في فتره الاستعمار اقنع الولايات المتحده الامريكيه وانه يجب تصفيه الاستعمار الغربي القديم في شمال افريقيا خشية من قدوم الاتحاد السوفيتي إلى الحوض الغربي للمتوسط واللي يهدد أوروبا الغربية اللي معناها مشروع مارشال وقتها الأمريكي كان معناها بصدد استهدافها واستقطابها المعسكر
الغربي، فبالتالي موقع تونس الاستراتيجي المهم يخيف الغرب. ما يحبوش الاتحاد السوفيتي او روسيا تكون موجوده في المياه الدافئه. باش نعطيك مثال، وفكره تقديم طلب الالتحاق بالبريكس مثلا، هل سيكون عنده مثلا تاثير على صندوق النقد الدولي وطلب تونس؟ انا اقول لك اكثر من هكا، كان الرئيس قيس سعيد يعمل زياره الى موسكو تشوف شو يصير. لانه انا ناكد لك غدوه صندوق النقد الدولي توافق على القرض. بالعكس هذه ورقه ضغط المغاربه محمد، نعاود لك حكيتها المره اللي فاتت فهمتني. المغاربه رغم علاقاتهم القويه مع الغرب، الا انه الملك محمد السادس يمشي لموسكو يزور موسكو عادي جدا. احنا في تاريخنا الكل ولا رئيس تونسي مشى لموسكو ولا رئيس سوفيتي او روسي زار تونس. اقصى زياره 2019 كان بوتين ظهر لا 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 ما جاش بوتين، متاكد من المعلومه. اقصى ما صار بيناتنا تبادل نتاع وزراء، اول وزير اول اعتقد الهادي نويرة مشى، ووزير اول سوفيتي جاء لتونس فقط، وباقي كل زيارات وزراء خارجيه. القمه الوحيدة اللي صارت بين الرئيس بن علي ورئيس بوتين في الأمم المتحدة في سنة 2000 كان لقاء على هامش الأمم المتحدة قمة الألفية. فأني نأكد لك الرئيس بورقيبة محمد، علاش قلت لك راهي ورقة ضغط، استقبل في نهاية السبعينات سفينة سوفيتية في ميناء منزل بورقيب، فارتج الغرب الكل فهمتني كيفاش، قالهم فيما معناه وأنه الاتحاد السوفيتي قاعد يصلح في جارية معناها ليبيا والجزائر، وانا نحب نتصلح من الاتحاد السوفيتي. فالولايات المتحدة اعادت المعونات العسكرية في ذلك الوقت. واضح، شكرا لي. حسن انت تحب تفعل تلك الكلمة بارك الله فيه. هو الشيء الحكاية راهو نحن يلزم نفهم السياقات. التاريخ راهو سياق، ويعني بعد الحرب العالمية الثانية فما القوى المنتصرة وعلى رأسهم أمريكا يعني قرروا باش الاستعباد والاستعمار هذول نتاع الدول نحى ليك الشيء المباشر هذا منحوه. قالت له في هذيك جنوب أفريقيا ونحوا الكل وعاونونا، نحن عاونونا تجاه فرنسا. فرنسا حاجة يعني زوجة مصدة ما تنجمش تقلعها وحدك، قال ما عاونتنا أمريكان باش قلعناها، وعاونتنا يعني كي قلعناها بالدقيق وبال اوف ستايت أمريكان يعني وكل حليب الجاف وكل أمور وبارك الله فيهم حسين وكذا. نحن هذا كل يعني ما نقر به، ونتمنى على السفير هذا الأمريكي هذا هود جوي هود جو خارق العادة يعني ما أن يكون هو راب يعني يمتن العلاقة. وغدوة إن شاء الله، مش غدوة هلا الثين تون، جيب لك أول كتاب يكتب على العلاقات الأمريكية التونسية، يجيب لك منه فقرات كيف كان السفير الأمريكي 300 عام التالي يتصرف وكيفاش كان السلطان التونسي يتصرف والجزائري. حاجة غريبة خارق العادة. حسنين إلا باش نحكيو شوية على الحماس وآخر تطورات في المنطقة، بما أننا نحكيو على القضية الفلسطينية توتسويت. باش نبدأ بسؤال ثريا. ثريا من الناس اللي تنتظر ظهور أبو عبيدة ولا تستنى باش يظهر في الشاشة ويتكلم؟ نستنى بصراحة الموقع قاعدة نشوف فيديوهات كما الناس الكل معناتها متشوقة، ونحب نشوفه كامل زاد، نحب نشوفه وجهه الكل مش طر. تحب ما غير تستنى وقتاش ينحي اللي ايه بيان سور والمساعدة واللي يستهدفه كيك فهمتني يعني هو باش يظهر باش يظهر بالكيكة اللي نحبه يظهر بليش نحب وتستنى خطابه كشخصية. استنى الحقيقة يعرف يتكلم هو محلي كلامه نخافوا عليه من استهداف الموساد. خافوا عليه اما كلامه ما مقنع. اي سيدي، من اخر النقاط اللي قالهم انه تم استهداف تقريبا فوق 700 اليه للعدو الاسرائيلي تلت هذه الايام. يعني لو ناخذوا في كل اليه فما عدد بسيط زوز اربع اقل عدد، فالعدد نتاع المتضررين ولا الوفيات ولا القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي أكثر بياسر من اللي قاعدين يقولوا فيه. لكن من بين أهم النقاط وهو ما فماش هدنة، فما شرط لوقف إطلاق النار نهائيا وكليا في المنطقة مع الثلاثة أبرز القادات في السجون الإسرائيلية موجودة. نحكيه على أحمد سعدات، مروان البرغوثي، وعبد الله البرغوثي. عبد الله البرغوثي هذية ناس يمكن اكتشفوه في الفترة هذية والحديث كان عليه في الفترة هذية، محكوم 67 حكم مؤبد، 67 حكم مؤبد بسبب يقولوا هما يعني قتل 66 إسرائيلي وجرح 500 آخرين. ماجد البرهومي، الطلب هذي بين الحقيقة والتمني على الأقل؟ لا، ينجم يصير حقيقة. أنا ديما نرجع نقيس على أحداث سابقة، المقاومة اللبنانية في 2006 خرجت سمير القنطار في صفقة تبادل أسرى. سمير القنطار كان محكوم عليه مدى الحياة ما نعرفش قديش من مرة فهمتني، وخرجت برشا معناها خرجت في قبل معناها مساجين أخرين محكوم عليهم مدى الحياة من اللبنانيين والعرب، وخرجت حتى جثامين متاع توانسة اللي ماتوا في جنوب لبنان قاتلوا مع المنظمة التحرير الفلسطينية ومع الفصائل الفلسطينية الجبهة الشعبية.
الشعبيه وغيرها وكذا. فاعتقد انه طلب منطقي بالنظر معناها للتاريخ وللتاريخ الحديث زاد مش لبعيد تاريخ قريب محمد حبيب السنوار في حد ذاته السنوار زاد يعطيك الصحه معناها طلب منطقي والايام ستثبت معناها وانه طلب منطقي. حبيت نشير لهمجيه الكيان الصهيوني مره اخرى. محمد وصلوا يجرفوا في المقابر البارح في الليل معناها نتفرج كذا نشوف في شيء مهول اطفال صغار معناها مازاش قتلوا وتدفن يزيد يجرف له القبره نتاعو ويخرج مطي شكاكه وينكل به واطرافه مرميه في كل بقعه. لم يشهد التاريخ همجيه في تاريخ الانسانيه قد الهمجيه نتاع الكيان الصهيوني بصراحه ما شفتش انا في الحياه. بشارك في العريضه اللي ضد الكيان الصهيوني في جريمه نشارك اي حاجه ضد الكيان الصهيوني مسانده القضيه الفلسطينيه عيني مغمضه اخويا انا بدون معناها تحرج وبدون معناها ليميت بدون حدود. تدلي بدلوك في الموضوع هذا يا حسنين خاصه ندلوي في الموضوع هذا ادلي يا ودي هذا شيء نحن نعيش ايامات من ايام الله يعني من عظمتها وشيء غريب اللي نشوف فيه. شكون كان يتصور هالحماس هذه او الفلسطينيين يعني هؤلاء يعني اللي هما بصراحه منذ يعني ما لاحظت اصطدام بالاسرائيليين واليهود لم يفكوا عن المقاومه. كل مره يطلعوا بطريقه جديده كل مره ودائما محيرين العالم او لا ما لم تمر الفتره وهم راكشين لا لم يرضوا دائما لهم رفض حقيقي وعميق ومقاوم وفدائي للاستعمار يعني والاحتلال يعني الاسرائيلي صح. ولكن المشكله الشيء الجديد والمبهر والمذهل في الموضوع هذا هو اداء حماس في هذه الفتره. اولا يعني الايام تو نحن قديش عندهم يعني قريب 80 يوم تو اي تو اكثر ما ولا 78 يوم اي 78 شهرين ونص يا حبيبي وشويه يعني امام اكبر اله هذا الجيش الاسرائيلي يعد يعني ممكن ربع جيش في العالم واسرائيل تتبجح بقوتها معنا بشكل الجيش الذي لا يقهر لا يقهر وكذا وكلام يعني مجموعة من ال يعني من لا شيء ريناهم كيفاش حتى أحيانا حفات هابتين لهم ودمروهم حياتهم الشيء هذا معناها وإسرائيل يعني حنقضي عليهم مباشرة وسريعا لا نجم تقضي عليهم لا نجم كذا كذا. المشكلة في الأسرى الفلسطينيين فما برشا أسرى ويا إسرائيل السفيهة الساقطة سيب اليوم شد غد دائما أقول لك أخي تو السنوار واللي محمد ضيف واللي أحمد ياسين تكماك كلهم كانوا في السجون كانوا في السجون محكوم عليهم بالاعدام بخمسه وعشر مرات صحيح ونحوهم وبعد خرجوهم الفلسطينيين والان فهذا طلب ممكن لحماس مش ممكن لحماس حماس مش طالبه يعني مروان البرغوثي وكذا تبييض السجون تبييض السجون يعني تو يجي فما 10,000 يعني كلب اسرائيل يعني كي تسيب واحد تشد 10 ايوه وفي الحرب هذه قداش قتلوها وقداش شدت هي من فلسطين يعني تشد فيهم على بعضهم راهو شيء راهو والعالم ساكت والامريكان ساكتين. تقول لي سفير امريكا في تونس خلافات مش خلافات يا ودي هذا راهو يا امريكان يخرجكم من الانسانيه هالتورط هذا اللي ولدتوا فيه انفسكم وانت يا هود روبن هود هذا جوي ايه روبان جوي روبان هود براس امك يعني يكون يعني حل قل يعني في مستوى اسمك الجميل واضح. شكرا لك حسنين. من بعد شويه الربح يستنى فيكم على 31 380 الف المستمعين والكويز يستنى فيكم الفريق من 5 ل 7 متاع العشيه الدوامه بلوس مع محمد الخميسي على ايفان احلى غدو يا فما على راديو. مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا. وقيت الربح على 31 380 الف نلعبوا على ام بون دشاب قيمه 200 دينار من اهدى كاليز ديزاين ستور. معانا بالتليفون صديقنا سعد المالكي. سعد مرحبا. عافاك يا محمد لاباس شو امورك يا خويا؟ والله الحمد لله عايش في البيت خويا عايش في الدار ولا وين في الخدمة ولا شنو تعمل ساعات؟ والله أنا قلت لك نخدم حر يعني نخدم حر في بن عروس هي. حر زي شو زي. تخدم حر صح عليك مدير نفسك يا ليه نخدم حر كيك بيئة في حاجاتك أي مدير نفسك معناها أنت خويا المدير على روحك كنت مرتاح
بالطبيعة أخي محاوط حكم تو الدنيا تبدل شوي واحد أقل ديما يعمل على روحه وديما يجتهد شوي وعلى الأقل ردي فعل وكيحاول ديما يجتهد ما يعملش على الدولة وكذا. والله برافو عليك برافو عليك صديقي سعد، وأنا نقول لك مبروك عليك كامبون دشاب قيمة 200 دينار من إهداك كاليس ديزاين ستور اللي تلقاوها في عديد النقاط في تونس. كاليس هي ماركة دوبجي دو ديكوراسيون ارتيزانو وزانفلونس ميديا تيغاني ايسو دو كوميرس ايكيتابل. كاليس توفر لكم متنوعات برشا من لي برودوي دو ديكوراسيون كيف لاغ دو لا تابل بوتي موبيليي رانجمون دوبجي دو ديكو وغيرو. مش كان هذا الكل، مش هذا برك عفوا، تلقاو برشا حاجات اخرين لار سيليكسيون دو كوفريت كادو وغيرهم الكادوات اللي تلقاوهم حتى المناسبة راس العام وغيرو. تنجموا تعديوا الكوموند نتاعكم على www.calisdesignstore.com باش كوموندي وتعملوا لي كوموند نتاعكم اون ليني. ليفريزون جيكم في كامل تراب الجمهورية. كاليس ديزاين ستور تلقاوها في المرسل الكورنيش ولا على مواقع التواصل الاجتماعي. من غير ما نضيعوا الوقت توتسويت نتعداو للكويز. السؤال الأول، سؤال في الجغرافيا، ما نعطيكم انديس صغير، حذاري من الفخ. ما هي أكبر قارة من حيث المساحة؟ نبدأ معك ثريا العمري. آسيا، في بالي قارة آسيا أكبر قارة من حيث المساحة. مساحة مو الأرض، المساحة. هاي هاي المساحة آسيا. أمريكا زوز كي تحسبوا يولي أكبر. دونك الإجابة الأخرى ناخذها، قلت رد بالكم الفخ. أمريكا. أمريكا. خالد علي التويتي. أمريكا. أمريكا. حسنين. أنا نعرف آسيا. آسيا. ما تبع الثوري. مش تبع الثوري ولا ما تبع الثوري؟ هي ما مشت لأمريكا. مشت لأمريكا. أنت تقعد في آسيا. أنا خليني في آسيا. في آسيا. لا والسؤال متاع حظ، خاطر كي مش تحسب الامريكيتين مع بعضهم تفضل تعطينا الإجابة ديريك، كي مش تحط آسيا وحدها زدت ولي. تفضل تعطينا الإجابة ديريك، ودي كلها غلط الحكاية دي، قياسات القارات كله غلط وكذب. تفضل تعطينا الإجابة. باهي هكا تو دخلتنا في التشكيك. تطلعش القارة القطبية الجنوبية. وأحييك الوحيد المختلف على المجموعة. قلت رد بالكم الفخ، فبرافو الماجد البرهومي اللي سهل عليه باش نقولوا إجابتك غلطة. سول يعني خلينا نعرفوا حافظوا. والإجابة الصحيحة هي آسيا. برافو عليك حسنين، نقطة لحسن بن عثمان. مش تحسب وليد من فضلك، كان باش تحتاج. هاني قلت لك هاني القارة الشمالية وين هي؟ شي حب يحتاج شوف. لا شنو بالاخر يحكي لنا على الشمالية قارة آسيا داخل فيها تركيا. تركيا خاطر الموضوع دخل بعضه منا ومنا ببلاد. السؤال اللي من بعده، السؤال اللي من بعده نقعد في الجغرافيا بما انه نجاح باهر. نقل علي حسن الدور الاول. اي يتبع فيا ونقل علي. نقلت متصدر الترتيب. ما لعطيه لي هو تاع خل نقل عليه. حسن متصدر الترتيب. نبدا معك، ما هي عاصمه كولومبيا؟ بوغوتا. ثريا اش قال هو؟ لا ثريا ما غير ما نعاود. عاصمه كولومبيا بيرو. ظهر لي بيرو. عاصمه كولومبيا البيرو. الهيكه قايت باش تخدم خدمتها. ايوا ماجد علاش خليتني مخليت حسنين في الاخر. ناخذ نقبل طلب نتاعك حسنين. لا اش قال خالد؟ عاصمه كولومبيا. اش قال خالد؟ ما نجمش نعاود. ما هي عاصمه كولومبيا؟ لا ما شو اي حسنين. ما هي عاصمه كولومبيا؟ جابرييل غارسيا ماركيز. اجابه فلسفيه. وما كانت ما كانت قريه نتاع ايه ما كان هي. لا مش ما تنجمش تكون عاصمة كولومبيا. اما نعرف منها قرية متخيلة هاي قالت بيرو. تذيك تقول على روح بيرو بلاد على اخي ولت عاصمة بيرو. بيه ماجد البرهومي. بوغوتا اخويا. الاجابة نقطة لكل من خالد علي تويتي وماجد البرهومي. ايوه ما حبيتش تقول لي بوغوتا. معلم هاي نقطة ما بيناتكم. السؤال الاخير، ما هي عاصمة البيرو؟ وانا بدا معاك ثريا العمري. بيرو. عاصمة بيرو. بيرو اي ثريا عاد. والله لا نعرف عاصمة البيرو. في بيتي انا قبيك اعطيتها عاصمة. ما هي عاصمة البيرو؟ بيرو. باه كيما تونس عاصمتها تونس. باه خالد. خالد طلع يعرف شكون. ليما. مثقف برشا في الجغرافيا. برتقال.
ماجد ليما صاحبي معلم يا ولدي. أبطال الكويز اليوم بالتساوي لوتشانو وماجد البرهومي، شكرا لكم، برافو. والله تو مش عارفها ليما تي حبت النوى حتيلي زوز هنا يقول لهم مازد تميم تحب الليم والبرقدان. خالد علي شكرا لك، نهاية أسبوع سعيدة. ماجد البرهومي شكرا لك، حسنين وثوري العمري نهاية أسبوع سعيدة. شكرا للفريق عزة تويتي في الإخراج، أي بالغايب طارق حنيشي في الأعداد، سفيان لكح الإيهاب، إيمان في إي إف إم تي في، وصديقنا رؤوف الأحمر في الويب. ملتقانا إن شاء الله بداية الأسبوع في حلقة جديدة مع ضيف جديد. نهاية أسبوع سعيدة لكم جميعا، باي باي ويا مرحبا.